أنا كنت مسؤولة عن أو خلوني أعمل الأزياء تبعت الفرقة اللي كانت بتعزف، اللي هي فرقة نايا النسائية، نعم وكنت عاملة أنا كمان الديزاين لبنات الصبايا الحنة اللي كانوا بيحنوا المعزومين، وكنت عاملة كمان 6 أثواب تقريبا للستات اللي هم العارضات، بيكونوا يعني بين الحضور وبيقدموا، خلينا نقول مطبقيات او سيفونير او شيء هيك. نعم وفي تقريبا 6 أو 7 كمان من المعازيم، في اشي اخذوهم لبعض الستات، في اشي الستات نفسهم هم اجوا. جميل جميل. طب ست دا، إذا تحدثنا عن فرقة نايا اللي كانت موجودة بحفل الحناء، تحطينا أكثر عن فكرة الأزياء اللي كانت موجودة، كيف استوحيتي هذه التصاميم وكيف اشتغلتي أيضا عليها؟ لما صار الاختيار لفرقة نايا إنهم هم ما بدهم دي جي، ما بدهم ميوزك، بدهم فرقة نسائية، لأنه كل العمل اللي كان موجود أو المجهود اللي كان موجود بالحنة كلياته من ستات أردنيات هم اللي اشتغلوا، سواء بالإيتامين، سواء بتنظيم الطاولات، سواء بالتطريز، كلياته ستات من الأردن. فكان موضوع عناية إنه كثير كان حلو كثير إنهم هم يعني اختاروا فرقة نسائية أردنية إنها تكون. فطبعا كان لازم ألبسهم اللباس الفولكلور اللي بتناسب مع هاي الحفلة الملكية. هلا احنا كنا يعني كلياتنا بنشتغل ضمن سيمة معين، ضمن الوان معينة، فطبعا حاولت اني ابسط الثوب اكثر، لانه تعرفي مش ما بدي ثوب ثقيل ويكون عليه تطريز كثير، وبنفس الوقت انه مهتم بهاي الالوان ونضمنها ضمن الشروط خلينا نحكي. وفعليا نعم. معك فداء، احنا سامعينك، يمكن في مشكلة بالاتصال فداء اذا عم تسمعيني. فداء اتفضلي. سامعتك انا. نعم طيب. بتفضلي فداء. طيب فداء، خلينا نحكي كمان اليوم عم نحكي مش بس فرقة نايا اللي يعني تألقت بتصاميمك، حطينا أيضا على فكرة أنه لما استقبلتي هذا الخبر أنه أنت المسؤولة راح تكوني عن هذه التصاميم، شو كان شعورك؟ يعني كل واحد بتمنى يمكن يكون في مكانك، فكيف كانت ردة الفعل؟ المفاجأة، عنصر المفاجأة، قديش كان في حماس؟ شوفي انا إلي بس كثير صار شيء نعم احنا للاسف في ده مش قادرين نسمعك، الصوت مش كثير واضح. هيك اوكي، هيك كثير احسن، تفضلي. انا من اسعد الاخبار اللي اجتني، تقريبا انا بشتغل إلي 20 سنه، اني اشارك في حنة سمو الاميره. فما فكرت ابدا باي شيء ثاني الا اني اشوف ابعث عينات ويتوافق عليها. فمن اول ما عرفت وهيك كثير كثير حبيت، يعني كنت اشتري المواد بسعاده، انه بدي يطلع شيء، بس يطلع التصوير شيء، يطلع شيء عن جد انه فخر للكل. واكيد بالنسبه لي هاي النقطه كثير مهمه اني اشارك بفنة مثل هيك. نعم نعم نعم. يعني شكرا لوجودك معنا، مصممة الأزياء الأردنية وأستاذة في الجامعة في قسم الآثار فداء العساف، سعدنا بوجودك معنا، أهلا وسهلا بحضرتك.